حجز المنتخب التونسي مقعده في الدور الربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا عقب الفوز على نيجيريا في الدور الثمن النهائي. وفاز منتخب تونس على نظيره النيجيري بنتيجة 0-1 خلال المباراة التي جمعت بينهما الأحد على ملعب رومدي أجيا في الدور الثمن النهائي من بطولة كأس إفريقيا. وسجل هدف منتخب تونس الوحيد لاعبه يوسف المساكني في الدقيقة 47 من عمر المباراة. وسهل أياكس إيوبي لاعب منتخب نيجيريا المهمة على تونس في الشوط الثاني بعدما حصل على بطاقة حمراء بسبب تدخل عنيف في الدقيقة 64 من عمر المباراة. ونجح لاعب منتخب تونس في الحفاظ على التقدم حتى نهاية المباراة ليكون نصر قرطاج ثاني المتأهلين للدور الربع النهائي. وكان منتخب بوركينا فاسو أول المتأهلين إلى الدور الربع النهائي عقب الفوز على الغابون بركلة الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف نيمتلي. يذكر أن منتخب تونس يسعى للفوز ببطولة كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه بعدما نجح في الحصول على اللقب المرة الأولى والآخرة في عام 2004.